برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب، عقدت هيئة مكتب مجلس النواب اجتماعها عن بعد، والذي خصص لبحث عدد من المواضيع الوطنية والبرلمانية والمستجدات في الساحة المحلية، والإشادة بالجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد-19. وخلال الاجتماع رفعت هيئة المكتب أسمى آيات الشكر وعظيم الامتنان إلى حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على توجيه هذه السديدة ودعمه اللامحدود للوطن والمواطنين في هذه المرحلة الاستثنائية. كما وتقدمت الهيئة بخالص الشكر والتقدير إلى الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله، وبدعم صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله على استمرار التعاون الفاعل مع مجلس النواب، واطلاع المجلس على خطة إجلاء البحرينيين المتواجدين في الخارج وفق الإجراءات الاحترازية اللازمة التي تضمن سلامة الجميع. وأعربت هيئة مكتب مجلس النواب عن دعمها ومساندتها لكافة الإجراءات والقرارات المتخذة لمواجهة التحديات في المجال الصحي والاقتصادي والمجالات كافة، مشيدة بجهود فريق البحرين وبالدور الإيجابي الذي يقوم به المواطنون عبر التزامهم بالتوجيهات والقرارات الرسمية، وهو ما يعكس مستوى الوعي المجتمعي، مع التأكيد على قدرة شعب مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على تخطي كل التحديات عبر التكاتف والتعاضد ووحدة الصف والكلمة وتعزيز التماسك المجتمعي وإعلاء المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار.